للمرة الثانية على توالي عمر مرو على رأس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك بعد إجراء انتخابات الغرف المهنية يومه الاثنين. وحصل عمر مرو على 90 صوتا من أصل 91 للأعضاء الذين حضروا جلسة انتخاب الرئيس والمكتب، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت وتغيب 6 أعضاء آخرين. فكنظن بان اليوم كيعرف كل شيء كيعرف بان صاحب الجلاله دعا للجهويه، فتعلقنا داخل الجهه اللي جهه ولات جهه كبيره من هنا للحسيمه، وكنا كنعرفوا بان طنجه هي ثاني قطب اقتصادي، فكنظن بان هذا يعطينا واحد الحافز اللي نحاولوا يكون واحد التكافؤ داخل هذه الجهه، لا من المناطق اللي كاينه اللي كترتبط الجهه ديالنا. فهنا ارتباطنا بالجهويه ديالنا كجهه، فكنظن نخدموا الخدمه بمنطق جهوي، ما بقاش منطق محدود كمنطق محلي. هذا هو الرهان اللي كنخدموا عليه ان شاء الله، واللي غيكون عندنا في المستقبل ان شاء الله. نسعى دائما لانه المشاريع المطروحه على جهه ديالنا طنجه تطوان والافق التي تسعى اليه هي افق كبير جدا، فبالتالي انه ديك التسنجات الحزبيه والصراعات كان دائما تضعف اي طرف من طرف سواء القوي او الضعيف، وبالتالي احنا سعينا من خلال هذه الرسائل ديال الغرفه انه ديك الصراعات الحزبيه وهذا نحاول اننا نمتصها ونغداو ونحولها الى مشاريع لصالح هذه المدينه، وبالتالي ان الى شفتوا ان الغرف المهنيه تعاملت مع الجهة والمدينة بمنطق ديال الدفاع كمشروع كله بغض النظر على الانتماءات، ولهذا الحمد لله وفقنا ونجحنا كذلك في سد الباب على ذوك الوسطاء اللي كانوا دائما يا إما كيستغلوا هذه الفرص ديال التركيبة ديال المكتب. جاء فوز عمر مورو بمنصب رئيس الغرفة لولاية ثانية بعدما انتخب لنفس المنصب سنة 2012 خلال الجمع العام الذي انعقد اليوم الاثنين في إطار انتخابات تجديد مكاتب الغرف المهنية تحت إشراف السلطات المهنية. صحيح والديمقراطي حتى نستجيب لتطلعات المهنيين.